أهلا بكم. إعلان قطر للبترول البدء في حفر أول بئر ضمن 80 بئرا لتوسعة حقل الشمال يؤكد عزم قطر تنفيذ استراتيجيتها الرامية لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. هذه الخطوة تعكس القوة المالية لشركة قطر للبترول في الوقت الذي تعاني فيه شركات الطاقة عالميا بسبب حالة الإقلاق الكامل جراء انتشار فيروس كورونا، وأيضا هنالك بعض الشركات المهددة بالإفلاس وأعلنت تأخير العديد من مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال. مؤخرا وقعت شركة قطر للبترول عقدا مع شركة هودونغ الصينية لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في صفقة قدرت بأكثر من 11 مليار ريال لمواكبة التطور في توسعة إنتاج الغاز المسال. قطر للبترول وفي الوقت الذي تتراجع فيه أسعار الطاقة تؤكد بأنها ما زالت مصدر موثوق به عالميا للغاز الطبيعي المسال تحت كل الأوقات والظروف. وإذا نظرنا إلى صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي نجدها تصدرت صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا بحصة تفوق 22% من السوق العالمي، وبالأرقام صدرت حوالي 77.6 مليون طن خلال العام الماضي لأكثر من 22 وجهة حول العالم، ويستحوذ السوق الآسيوي على الحصة الأكبر من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. شكرا لكم.